بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حابب الحقيقة أوجه رسالة لأبنائنا في الصفين الأول والثاني الثانوي قبل بداية امتحانات الترم الأول لعام 21-22. إحنا بنحاول نفتكر مع بعض أن الهدف الرئيسي من كل الامتحانات في المرحلة الثانوية وفي كل نظام التعليم بس بالأخص في المرحلة الثانوية هو تقييم الطلاب والوقوف على مستوى فهم كل واحد مننا لمخرجات التعلم والتعرف على نوعية أسئلة التقييم الجديدة، وخصوصا ولادنا اللي في أولى ثانوي اللي بيتعرضوا ليها لأول مرة واللي بتستهدف قياس مخرجات التعلم العليا. طبعا حضراتكم عارفين احنا نشرنا الجداول الموجودة أمام حضراتكم بتاعت امتحانات الترم في منتصف ديسمبر الماضي، وإن شاء الله تمشي بالمواعيد المعلنة كما هو موضح أمام حضراتكم للصفين الأول والثاني الثانوي. النهاردة الرسالة دي هدفها تغيير أساسي قررنا في الوزارة أن احنا نعمله تيسيرا على أبنائنا الطلاب وتقليلا من كثير من البلبلة وسوء الفهم لموضوع الامتحانات الإلكترونية أو الورقية. الهدف يا جماعة من الامتحان ليس أن يكون الامتحان ورقي أو إلكتروني. الامتحان الإلكتروني هدفه الأساسي خصوصا في حاجة زي شهادة الثانوية العامة هو عزل العنصر البشري، بحيث كلنا نطمئن إلى أنه الأسئلة ما بيحصلش فيها تسريب ولا الإجابة بتتعرض لأي لخبطة أو خلط في الأوراق أو كده. وعدا هذا المهم هو السؤال، فما فيش فرق في الحقيقة بالنسبة للطالب ما إذا كان السؤال ورقي أو إلكتروني. طبعا لما اعلنا انه الاسئله اللي هي اختيار من متعدد هتكون الكترونيه ثم باقي الاسئله المقاليه هتكون ورقيه، كان الهدف برضو هو ان التصحيح الالكتروني يكون الكتروني بالكامل، لان الاسئله المقاليه لو اتعملت على التابلت هيبقى فيه عنصر بشري. ولكن لقينا ان الموضوع ده سبب كثير من سوء الفهم، فالقرار اللي بنحاول نشترك فيه مع حضراتكم الجدول زي ما هو والامتحان في ميعاده، اتفقنا ايه الهدف الرئيسي منه، ولكن في اطار حرصنا على تنظيم اعمال هذه الامتحانات باقل قدر من سوء الفهم هنعقد هذه الامتحانات ورقية بالكامل. يعني هتكون في المدرسة سواء بقى الجزء اللي هو اختيار من متعدد او مقالي هيكونوا كلهم مع بعض ورقيا، وبالتالي ما ناخدش بقى في أسئلة زي السيستم والتابلت ولو التابلت وقعت ولو ما عنديش تابلت أو أنا مش متمرن على التابلت. عاوزين نعزل كل الأسئلة دي عن الفكرة الأساسية وهي تعرف الطلبة على أسئلة التقييم الجديدة، وبالتالي تيسيرا على الجميع في الأول والتاني الثانوي الامتحانات ستكون ورقية بالكامل، سواء الجزء اللي يمثل 70% اللي هو اختيار من متعدد أو الجزء اللي يمثل 30% اللي هو المقالي. الامتحانات دي هتكون بنظام الكتاب المفتوح. كتاب مفتوح مش معناه كتاب ورقي، معناه مصادر مفتوحة. احنا هنزود كل طالب بورقة من المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة، وده سؤال اتسألناه كتير، الوزارة هتقوم بتزويده بهذا، فهو ما يجيبش معاه ورقة مفاهيم، احنا اللي هنزوده بها أثناء عقد هذا الامتحان. لا يسمح باصطحاب كتاب ورقي، احنا هنقدم ورقة المفاهيم والقوانين الأساسية. مش بس كده، التابلت تم اتخاذ قرار آخر بفتحها بالكامل بحيث هتتاح ان الأولاد اللي معهم تابلت يخشوا بيها. التابلت هي المرجع الرئيسي اللي موجود عليه محتوى رقمي للكتب نفسها، وممكن للطالب او الطالبة انه يحط نوتس على الكتاب الرقمي على التابلت بتاعته، او نستعين ببنك المعرفة اثناء الامتحان، او نستعين بالتطبيقات اللي هنحطها على التابلت بدءا من غدا الاحد 16 يناير. اي الابديت اللي الولاد هتعمله للتابلت هينزل بوكيه من التطبيقات وهيفتح بنك المعرفة، بحيث ان التابلت بالنسبة لنا هتكون قدامنا هي المرجع الرئيسي والامتحان كله ورقي عشان ما نتلخبطش او ما يضيعش وقت في الانتقال بين الالكتروني والورقي. انا عارف ان اللي بيسمع ده وولاده في الثانوية العامة بيقول طيب واحنا في الثانوية العامة، لا مفيش اي علاقة باللي بنقوله هنا، ما نرميهوش على الثانوية العامة. الثانوية العامة
شيء لوحده نظرا لظروفها ولأهميتها. وزي ما قلنا كثيرا هنتكلم على الثانوية العامة إن شاء الله في مطلع الترم الثاني، مش النهاردة، ومفيش داعي للاستنتاج من اللي بنقوله على أولى وتانية ثانوي فيما يتعلق بالثانوية العامة. الثانوية العامة حاجة تانية خالص. أوكي، خلينا دلوقتي لأولادنا اللي في أولى وتانية ثانوي الامتحان هيبقى ورقي بالمواصفة اللي اتكلمنا عليها قبل كده. زي ما حضراتكم عارفين المواد التي لا تضاف المجموع امتحاناتها يوم 15 و17 زي ما قلنا طبقا للجدول المعتمد ده في المدارس الرسمية والخاصة. المدارس الدولية كل مدرسة هتحط أسئلة امتحانات مواد الهوية الرقمية تحت إشراف الإدارة التعليمية، وتعتمد هذه النتائج من الإدارة كما جاء من قبل. الامتحانات بتاعت أولى وتانية ثانوي كمان مش هتكون امتحانات قومية، امتحانات الترم هتكون على مستوى المدرسة سواء النهاردة أو في الترم التاني. هنكلف المدرس الأول للمادة بوضع أسئلة، المواصفة اللي هو بيستخدمها جاية من المركز القومي للامتحانات، ولكن الأسئلة تختلف من مدرسة إلى مدرسة. في كل الأحوال نسبة الاختيار من متعدد هتكون 70% والمقالي 30%. طريقة عرض الدرجات هتكون في صورة تقديرات، يعني هنقول الممتاز هو اللي جايب من 85% ل100%، الجيد جدا من 65% ل85%، جيد من 50% ل65%، أقل من 50% يبقى ضعيف. الأعذار سواء كانت كورونا أو أعذار أخرى دي في قواعد معمول بها منذ سنوات لا تتغير ويتم قبولها حسب القواعد المعمول بها. من حيث التدريب على الامتحان على التابلت لأولادنا اللي في أولى وتانية ثانوي تحضيرا لأن يبقى فيه في المستقبل امتحانات إلكترونية وبالأخص في الثانوية العامة دي، هنعملها أثناء الترم التاني. هنعمل امتحانات تجريبية هدفها الوحيد ساعتها هيكون التدريب على استخدام التابلت، ولكن مش عاوزين نخلطها بالترم الأولاني. فده الرسالة اللي حبينا نقولها، والكتاب الدوري اللي حضراتكم شايفينه هيتم إرساله للمديريات فورا. احنا أثرنا نشرح ده الأول قبل ما يتم تداول كتاب دوري داخلي ويختلف الناس من حوله، وأتمنى يكون الشرح واضح وكلنا ارتحنا للقرار الجديد اللي معمول للتخفيف عن ولادنا وللتركيز على أسئلة التقييم الجديدة. وشكرا جزيلا لاستماعكم.